هكذا بدا الحال داخل حرم جامعة صنعاء، وهكذا تتعامل الميليشيا مع أساتذة وأكاديمي أكبر الجامعات اليمنية. كان هذا المشهد في كلية الآداب أثناء عقد نقابة هيئة التدريس لقاء تشاوريا لبحث تصعيد الاحتجاجات المطالبة بصرف الرواتب. يوم ساخر تجلت فيه مقاومة وحشية السلطة الحوثية التي حولت الجامعة إلى معتقل كبير ورهنتها لعقول لا تريد لها أن تكون فضاء للعلم والحياة والحرية للعقل والبحث. بالمقابل تجلت وحشية الميليشيا في مواجهة حركة الاحتجاجات، وهو مزيج من تدابير نظام الرئيس المخلوع في استخدام العصابات المسلحة لقمع بداية ثورة فبراير وإنزال الرعب بكل من تشك في معارضته للانقلاب. يريد الحوثيون بوحشيتهم هذه إخماد أي حركة احتجاجات ضد سلطتهم باستئصال أي نواة لها، لذلك يفرطون في قمعها لأنهم يرون فيها كما نرى نواة الانتفاضة المقبلة، لكنهم يرونها مستحيلة ونراها ممكنة مهما تعسر مخاضها. تأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من الدرس القاسي الذي وجهته إحدى عضوات هيئة التدريس الدكتورة فاتن عبده لرئيس الجامعة المعين من الحوثيين. هاي بالسلاح، هاي خرج بالسلاح، اصفر شغلك، اخرج حركت نفسك، هذا حق اللي هتدري بالسلاح. درس تصدر الاحداث الاخيره ليبرهن ان هناك من يقاومون بوسائلهم الخاصه ويجتهدون في فتح نافذه الى النور. لاحقا طالت أيادي الميليشيا الدكتورة فاتن وكذا رئيس نقابة هيئة التدريس الدكتور محمد الظاهري في انتهاك صارخ لشخصية الأكاديمي وقدسية الجامعة، وهي أساليب تكررت كثيرا منذ الانقلاب على الدولة واجتياح العاصمة صنعاء. تتطور الأحداث وتتصاعد إذن، ومعها تتكرر مشاهد الاعتداء في استراتيجية ممنهجة تتجسد بوضع الجامعة تحت أسر الميليشيا لتضمن السيطرة على المجتمع من المنبع.